هل لا تزال قلقا بشأن انحناءات السيارة؟ تعال وانظر كيفية إصلاحها في المنزل. تأكد أولا من توقف السيارة. افتح مسدس الغراء لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل الإصلاح. املأ الحشية بالمحلول وعلق كأس الشفط بسرعة على راحة السيارة. قم بتثبيت مصلح الجسر وقم بتثبيت الرأس. ببطء قم بلف الرأس، وسيتم استعادة مكان الانبعاج ببطء بسبب ضغط الرأس. قم بتنظيف جسم السيارة بالكحول بعد إصلاحها. من السهل الآن حل مشكلات في المنزل وحماية سيارتك.